تفقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني موقف تنفيذ أبراج الداون تاون والمرحلة الأولى من بحيرات العلمين أو الكريستال لاجون في مدينة العلمين الجديدة. وشدد وزير الإسكان على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني الذي أعدته الشركة لتنفيذ المرحلة الأولى من بحيرات العلمين، والتي تتوسط أبراج الداون تاون وتضم عددا من الجزر والعديد من الأنشطة الترفيهية والتجارية لخدمة سكان ومرتادي المدينة. كما وجه الوزير بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء تنفيذ أعمال وتشطيب واجهات أبراج الداون تاون في مدينة العلمين الجديدة.